حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، بعض الملحدين يدعي أن القرآن فيه تناقض في آياته، فتارة يقول إن كل البشر سيدخلون النار، وتارة يقول إن المؤمنين لا يسمعون حسيسها. وهذا التناقض سببه أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان ينسى، فتارة يكتب هكذا وتارة يكتب عكس العبارة. ما حقيقة هذا الأمر أيها الأحبة؟ وهل فهم هذا الملحد الآية بشكل صحيح؟ مشكلة الذين يستخرجون التناقضات حسب زعمهم أنهم يأخذون كلمة من هنا وكلمة من هنا ويفسر هذه الكلمة خطأ. الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها. وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، يعني كان على ربك حتما مقضية. الملحد فسر كلمة ورد هنا بمعنى دخل، وهذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة. الله عز وجل، لكي نفهم الآية نلجأ إلى آية أخرى أوضح لنعلم معنى كلمة ورد. سيدنا موسى عندما اقترب من ماء مدين، كيف عبر القرآن عن هذا الموقف؟ قال تبارك وتعالى عن سيدنا موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. طب هنا ولما ورد ماء مدين، يعني هو دخل في الماء مثلا؟ غير منطقي. يعني دخل داخل الماء؟ لا، ورد يعني اقترب مرة بالقرب من الماء، هذا معنى الورود. أنت عندما ترد على نبع لا يعني أنك تسقط في النبع أو تدخل داخل الماء، لا، أنت تقترب من النبع. هذا التعبير لغوي معروف جيدا، أن الذي يقترب من الماء ويمر بالقرب من الماء يقولون ورد ماء كذا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. عليه يعني واقفون بالقرب منه، وليس عليه يعني فوقه. القرآن له أسلوب خاص أيها الأحبة، ينبغي أن نفهم أسلوب القرآن. إذن وإن منكم إلا واردها، أي أن كل إنسان مؤمن أو كافر أو ملحد أو مشرك أو صالح أو تقي، كل البشر سيمرون بالقرب من جهنم. بالنسبة للمؤمن أيها الأحبة، سوف يحمد الله أنه ليس من أهل النار، وهذا نوع من الفرح، نوع عظيم جدا من أنواع الفرح، يكرم الله به المؤمن أن ينجيه من عذاب جهنم يوم القيامة. لذلك ماذا قال تعالى؟ قال: وإن منكم إلا واردها، أي ستمر أيها الإنسان بالقرب من هذه النار. ولكن هنا المشهد، الملحد والكافر والظالم سوف يدخل في هذه النار خالدين فيها أبدا. المؤمن سيمر بالقرب منها ويرى كيف يدخل هؤلاء الظالمون النار، الذين ظلموه في الدنيا، هؤلاء الذين كانوا متكبرين في الدنيا، كانوا ظالمين، كانوا مجرمين. المؤمن يرى هذا المشهد فيفرح، أولا أن الله عز وجل انتقم من هؤلاء وأدخلهم نار جهنم ولم يظلمهم طبعا، وبما أن الله نجاه من هذه النار فإنه يشعر بسعادة عالية جدا لا توصف أيها الأحبة تماما. سأعطيكم مثال: أحدنا عندما يتعرض لحادث وبأعجوبة ينجو، ما هي كمية الفرح التي تصيبه في هذه اللحظة؟ كمية كبيرة. فيروس كورونا الذي يغزو العالم اليوم، عندما تجد أن الله نجاك منه، أنه لم يصبك هذا الفيروس، أو أنه أصابك وشفاك الله منه، كم تكون فرحتك كبيرة؟
أنك لم تهلك، وطبعا الأعمار بيد الله. إذن هذا أسلوب يستخدم مع المؤمنين يوم القيامة لزيادة الفرح والسرور، أنك بعد أن رأيت نار جهنم علمت أن الله حق وأنه صدق الوعد سبحانه وتعالى. ماذا قال عز وجل؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الملحد لم يقرأ الآية كاملة، سبحان الله. يعني والله هؤلاء الملحدين أنا أستغرب كيف يفكرون. إذا كان القرآن يقول لك ثم ننجي الذين اتقوا، وكلمة واردها يعني يمر بالقرب منها لا يدخلها، ولما ورد ماء مدين يعني لم يدخل في ماء مدين بل مر بالقرب من الماء، بالقرب من النبع أو من النهر أو من البحيرة أو أي شيء آخر، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، جاثين على ركبهم لا يستطيعون الحراك. هنا المؤمن يفرح. في آية أخرى عندما قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. أحبتي في الله، النار صوتها لا يخرج خارجها. لماذا؟ لأنها مغلقة، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى عليهم نار مؤصدة. أنت تقول أوصد الباب أي أغلق، النار مغلقة، عليهم نار مؤصدة. إذن الذي يسمع حسيس النار فقط الذي يدخل النار، أما الذي يمر بقربها لا يسمع. لماذا؟ لأنها مغلقة. وهكذا لا يوجد تناقض، المؤمن سيمر بالقرب من النار وسيحمد الله عز وجل أنه نجاه منها، طبعا أثناء رحلته إلى الجنة. يعني كلنا إما سنذهب إلى النار أو إلى الجنة، فسنمر بالقرب من هذه النار. الكافر سبحان الله تجد أنه يجثو على ركبتيه لا يستطيع الحركة، وهناك ملائكة العذاب يسوقونه سوقا باتجاه النار، وعندما يدخل يسمع سمع لها تغيظا وزفيرا. يسمع الزفير والتغيظ تكاد تميز من الغيظ، أصوات مرعبة. نسأل الله أن يعافينا منها إن شاء الله. بينما المؤمن الذي يمر بالقرب من النار أصوات النار تبقى فيها. لماذا؟ لأنها مغلقة أيها الأحبة. عليهم نار مؤصدة، على عكس الجنة. الجنة ماذا يقول الله فيها؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب، أبواب الجنة مفتوحة لا تغلق. وبالتالي ملخص هذا اللقاء أنه لا يوجد تناقض في القرآن، بل إن هذا الملحد فسر الكلمة خطأ عندما اعتبر أن كلمة واردها أي داخلها، لا، واردها يمر بالقرب منها. طبعا أنا لدي آيات أخرى أيها الأحبة. قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إذن المجرم يساق سوقا ويرد، يقترب من جهنم، ولكنه ماذا؟ يدخل فيها بعنف وبقوة من قبل ملائكة العذاب. بينما المؤمن ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صوت جهنم لا يخرج خارجها، في داخلها فقط، لأنها مؤصدة، عليهم نار مؤصدة. وبالتالي أيها الأحبة كل كلمة في القرآن موجودة في مكانها الصحيح. لا يأتي أحد ليقول إن النبي ألف القرآن ونسي ماذا كان يقول وكذا، لا، لدينا برنامج إحصاء القرآن
عدد كلمات القرآن 77432 كلمة، لا توجد كلمة تناقض الأخرى، ونتحدى أن يخرج لنا كلمتين فقط فيهما تناقض. لذلك أقول أيها الأحبة، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه عليم قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.